حالات الاعتقال التعسفي ممكن تصير بلبنان أكثر من إحنا متخيلين. ممكن للصحفيين والإعلاميين لعبوا دور كتير كبير برصد هذه الانتهاكات والحد منها. فريق العمل الخاص للاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة قد وضع 5 فئات لتعريف الاعتقال التعسفي. ممكن استخدام هذه الفئات لتحديد حالة الاعتقال التعسفي وتحديد أساس هذه المشكلة وحلها. القانون اللبناني كمان وضع كتير ضمانات كرمال الحد من الاعتقال التعسفي. كان قانون أصول محاكمات الجزائية بما فيه المادة 47 منه إحدى أهم هذه الضمانات. فالمادة 47 بتحدد كل الحقوق التي بيتمتع فيها حيالله شخص تم توقيفه خلال مراحل التحقيق الأولي بالمخافر عند النيابات العامة. وهذا الشيء كتير بيساهم على أنه نقدر نعرف إذا هذا الشخص تم توفيق هذه الحقوق لإله. ممكن حيالله شخص اللي ما بيتم تطبيق هذه الحقوق لإله يكون عم يتعرض للاعتقال التعسفي. بالإضافة للضمانات ضد الاعتقال التعسفي، في عدد من المواد بالقانون اللبناني وبما فيها أصول المحاكمات الجزائية اللي ممكن تفتح مجال لحالات من الاعتقال التعسفي، بما فيها المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية، لأنها واسعة كتير على مراحل التوقيف وعلى مدة التوقيف، ممكن تسمح لشخص إنه يتم توقيفه من دون أي محاكمة ويكون هذا الأمد كتير طويل وشكل شكل من أشكال الاعتقال التعسفي.